سياسات المملكة العربية السعودية الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والعسكرية اتجاه الأزمة اليمنية كانت المحاور الرئيسية في ورشات العمل التي نظمها مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية في واشنطن. الجلسة كانت جيدة وناقشت الحقيقة الجهود السياسية للمملكة العربية السعودية منذ عام 2011 حتى الآن في محاولة لإقناع اليمنيين بالعودة لطاولة الحوار وأن يكون حل جميع مشكلاتهم عن طريق الحوار السياسي، وهذا ما حدث. يعني شرحنا هذه الجهود السياسية والجهود الاقتصادية والجهود الإغاثية التي لا تزال تبذلها المملكة العربية السعودية حتى الآن، وستبذل المزيد منها في محاولة لإيصال اليمنيين لحل سياسي ولكن على طاولة الحوار دون استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية. أما الجانب اليمني أشاد بالدعم الإنساني الذي تقدمه المملكة وبالدور السياسي والعسكري الذي تلعبه لتفادي تفاقم الأزمة. هذه هي واحدة سلسلة من الفعاليات التي تستهدف توضيح للرأي العام الأمريكي ولمراكز اتخاذ القرار طبيعة الموقف في اليمن، موقف قوات التحالف تجاه القضية اليمنية والسعي لإعادة الشرعية ودعم كل جهود السلام، بالإضافة إلى إيضاح الجانب الإنساني والجهود المشتركة التي تبذل من أجل التخفيف عن المعاناة الإنسانية لكافة أبناء الشعب اليمني. هناك نخبة من الحضور يمثلوا عدد واسع وطيف واسع من المؤسسات الفكرية في واشنطن، وهناك كذلك مشاركة كثيفة من قبل أشقائنا في المملكة العربية السعودية وسفير المملكة في اليمن، بالإضافة إلى مشاركة من عدد يمثل السفارة اليمنية في واشنطن. وركزت ورشات العمل على تطور الحملات العسكرية وجهود الرياض لمكافحة الإرهاب في اليمن. حاولنا أن نوضح أين يكمن الموقف السعودي وأين يكمن الموقف اليمني من هذه القضية. حاولنا أيضا طرح وجهات نظر والاستماع على وجهات النظر الأخرى، لأنه مع الأسف الشديد هناك مفهوم مغلوط في بعض الأحيان أو ما يسمى بالمس بريسبشن، وهذا الرونج بريسبشن اللي هو أو المفهوم المغلوط اللي بثته وكالات أنباء مختلفة وبثته بعض وسائل إعلامية. نحن نعلم أن الحوثي مدعوم من إيران بشكل كبير، وهذا الدعم ليس فقط على المستوى السياسي أو العسكري وإنما أيضا على المستوى الإعلامي. وحضر ورشة العمل عدد كبير من المختصين في مراكز أبحاث أمريكية لمناقشة كيفية استثمار التعاون الأمريكي السعودي لإنهاء الصراع في اليمن. ورشات عمل اليوم الأول كانت مثمرة بحسب المشاركين، وستركز ورشات اليوم الثاني على الجهود العسكرية التي تبذلها المملكة من أجل حل الأزمة اليمنية. هند إبراهيم لقناة الأخبارية واشنطن.